لأنهم بأمس الحاجة لمن يضمد جراحهم ويخرجهم من هول صدمة لا يستوعبون إلى حدود اللحظة سببها، فهناك من يعتني بهم. احنا جينا ستاف ديالنا ديال بابراين، معنا اطباء نفسانيين، هاد الناس اللي جالسين معنا هنايا دابا جاو باش يهضروا باش يفسروا الوداد شنو هو الزلزال، باش يعرفوا، لان مساكن ما فهموش شنو هذا الشيء اللي طاري، دونك تيفسروا لهم وتنوريهم باللي تخدموا معاهم في سو فورم دو اوراش باش يفسروا لهم هاد المحنه اللي ان شاء الله غادي تدوس ان شاء الله. حصص تلوين بألوان الوطن وكلمات تخطها أنامل من لم تنل الضربة من جسمه النحيل. كنحاولوا نعاونوهم نفسيا واجتماعيا، وكنقوموا بهذه المبادره مع عده دواوير اللي جينا لهم في هذا الاسبوع هذا، والحمد لله كنتوفقوا اننا نخفوا عليهم ولو القليل من هذه النكبه اللي هما فيها. فرح مؤقت بلعب وبقصص تروى على مسامعهم علها تنسيهم صوت البكاء وصافرات سيارات الإسعاف. وهذه التجربة من شأنها أن تخفف ولو بجزء بسيط من معاناتهم اليومية في انتظار عودتهم إلى الصفوف الدراسية كباقي أطفال المغرب. قلب الزلزال كل الموازين وأجهزة على فرحة من نجا منهم ببدء العام الدراسي في الموعد المحدد. غياب اضطراري لن يطول، فالترتيبات على قدم وساق لتجهيز حجر دراسة مؤقتة تستقبلهم مطلع الأسبوع المقبل. أنا في انتظار باش يرجعوا للمدرسة. دابا هادشي اللي داروا الناس مزيانة باش الدراري ديالنا يرجعوا تاني يقراوا باش يولفوا شوية على حساب المدرسة باش ينساو هادشي ديال الزلزال. كنتمناو المدرسة ديالنا توجد لنا أقرب وقت. عام دراسي جديد بطعم الحزن والفقد، سيغيب عنه زملاء الصف ومدرسون لم ينجوا من الزلزال المدمر. فدور مرابطي، قناة الغد، من أمزنيز، إقليم الحوز.